ايه السلام عليكم تتبع الملالية، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غادي نوجدوه مع بعضياتنا واحد الكيك. هذا الكيك راه ساهل مهل. عندنا واحد 3 معالق كبار ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، واحد البيضه، واحد الخماره ديال 16 غرام، واحد الكاس ديال الطحين، واحد المعلقه كبيره ديال الحامض ديال العصير ديال السيترون. هذا هو اللي غادي نحتاجه. وخليك رايح، انا شاده الكاميرا مزيان. غادي ندوزو على بركه الله. بسم الله. ديك السنيده، البيضه، بسم الله. هاد الكيك صدقوني راه كيجي البيض على بركه الله. نحطو ديك البيضه مع ديك الصال السنيده. الملحه راه دايره واحد شويه تاع الملحه ضروري تطحن. وعندي الفاني هنايا فدرتو في السكر هنايا السنيده ضروري الشاره ديال السكر فاني ولا سيترون مخفوف. المهم التمسان كل واحد كيبقى على حسب داكشي اللي بغا. دابا غادي نزيدو ديك الحليب، كاس كبير، وغادي نخلطو ديك نص كاس ديال ماشي نص كاس، 3 معالق كبارين ديال 3 معالق كبار ديال الزيت. ندير ديك الطحين. دابا الطحين غادي نزيد، ندير هاد الكاس ولا خصني غادي نزيد ديك الخميرة. الخميره خصني نغربلها باش مكتبقاش مكوره. على بركة الله. المهم الطحين حتى تشوف الخليط راه هو تقريبا في كرتونة صغيرة. اخر شيء وهو ديك المعلقه ديال العصير ديال الحامض. انتما كتشوفوا معلقه كبيره وصافي. نسخنوا الفرابه وسخون ب 180، هانتوما كتشوفوا وصافي. غادي نسخنوا نديروا في المول ديالي وندخلوا الفران ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الكيك ديالنا من بعد ما كيوجد راه كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم. دابا غادي نحيدو وندهنو من الفوق بالكونفيتير وندردر عليه الكوك ونتلاقاو من بعد باش تشوفو الشكل ديالو. الكيك ديالنا من بعد ما كيوجد راه كيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نقطع لكم واحد الطريه باش تشوفو كيف كيجي من الداخل. بسم الله على بركة الله. راه باقي سخون عاد خرجتو، ها نتوما كتشوفو راه كي الصه طالع منو. غادي نزيد نقطع لكم واحد من هنايا من الوسط. باقي الحراره عاد راه نتوما كتشوفوا الصهد الحراره خرج من الفران. على بركة الله. بسم الله كيجي ولا اروع، باقي طالع منو الصهد ديالو. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم. و الى عجبكم اللايك وابوني فضلا وليس امرا. وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي. وهانتوما كي كتشوفوا كي كيجي من الداخل راه باقي عاد خارج الصهد منو. المهم خصو يبرد، ولكن انا قطعت لكم باقي عاد سخون. ايوا نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم ببيضه وحده وبثلاثه المعالق ديال الزيت. كيك ولا اروع.